يقول هل تصح الصلاة مع بداية الأذان؟ هو لنفهم أول شيء ما معنى الأذان. الأذان يقول أهل العلم فيه أولا إعلاء الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إعلاء. الشيء الثاني إعلام بدخول الوقت. الشيء الثالث إعلام بمكان الصلاة، يعني لما يؤذن يقول هنا تؤدى الصلاة، فهو إذن إعلام بدخول الوقت. وأنت الصلاة، يقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا قال المؤذن الله أكبر معناها إيش؟ دخل الوقت، فلك أن تصلي. يعني لا يلزمك أن تنتظر حتى ينتهي الأذان إلا من باب الاحتياط، تخشى أن المؤذن أذن قبل الوقت، واضح؟ هذا من باب الاحتياط، نحتي خاصة الآن اعتماد المؤذنين على الساعات، الساعة مجدمة دقيقة مخرج يخص بق الناس. يعني في السابق المؤذنون يعرفون الوقت الشرعي، الآن صار الاعتماد على الساعة، فمشكلة الآن. أذكر حتى يعني كان عندنا بعض المقابلات، فنسأل أحد المؤذنين مقدم مؤذن، قلنا نذكر متى يبدأ وقت الظهر، ولا يقول الساعة 11:30، قلنا لا نبي الوقت الشرعي، قال لي الوقت الشرعي الساعة 11:30 و5 يأذن. طبعا هذا الجواب غير صحيح، لكن القصد أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت. ولما صار المؤذنون اليوم اعتمادهم على الساعات، والساعة ممكن جد من أخرى كذا، ذاك الاحتياط، الإنسان ينتظر قليلا ثم يصلي من هذا الباب، من باب الاحتياط فقط. وإلا الأصل إذا أذن المؤذن خلاص دخل الوقت. وأعطيك مثالا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري على بعيره ومعه أصحابه، يقول فسقط قرص الشمس، طيب لا كان يمشي صلى الله عليه وسلم، فسقط قرص الشمس، فقال لأحد صاحبه اقدح لنا، أي نفطر، كانوا صائمين، قال اقدح لنا. يقول يا رسول الله لو وقف أحدنا على بعيره لرأى الشمس، قال انزل فاقدح لنا، احنا علينا الظهر، الظهر سقط القرص، إذا شنو؟ دخل الوقت. يعني الدين يسر لا الحمد والمنة، لكن القصد أن الإنسان يعني يحتاط، ليس لأن دخل الوقت، لأن المؤذنين اليوم يعني غير دقيقين في الأذان، وإنما يعتمدون على الساعات. واضح؟ اي نعم.